بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 65. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. مرحبا بكم الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. هذه رسالة وصلتنا من الدمام من المستمعة سين ميم ألف، تقول في رسالتها: ما هو الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار وعند السحور؟ أفيدوني بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر يقول: ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وورد عن بعض الصحابة أنه إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. وأما السحور فلم يرد فيه دعاء مخصوص يقال عند السحور، لم يرد فيما أعلم دعاء مخصوص يقال عند ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. أيضا تقول في رسالتها الثانية: إذا دخل رمضان وإنسان عليه قضاء حيث لم يستطيع صيام هذا القضاء لمرض ألم به، فما حكم هذا؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. إذا كان على الإنسان قضاء أيام من رمضان سابق، فإنه ينبغي له المبادرة بتفريغ ذمته من هذا الواجب وقضى هذه الأيام. فإذا تأخر حتى أدركه رمضان الآخر وهو لم يقضيها، فهذا إن كان معذورا في هذه الفترة بين الرمضانين لم يستطع أن يقضيها، فإنه يقضيها بعد رمضان الجديد، يعني يصوم رمضان الحاضر وبعده يصوم الأيام التي عليه من رمضان الأول، وليس عليه شيء سوى ذلك، لأنه أخره لعذر حتى أدركه رمضان. أما إن كان تأخيره إلى أن أدركه رمضان الجديد من غير عذر، بل هو من باب التكاسل والتساهل، فهذا يصوم رمضان الجديد وبعده يقضي الأيام الفائتة من رمضان الماضي، ومع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من الطعام المقتات في البلد عن كل يوم، كفارة لتأخيره القضاء من غير عذر، الله أعلم. شكر الله لكم. هذا السائل أحمد محمد علي مصري مقيم بالرياض، يقول في رسالته: أنا علي صيام شهرين متتابعين، يعني صيام كفارة، وإذا صمت الشهر ونقص الشهر في الحساب يوم، فهل علي إكمال 60 يوم أم لا؟ أم أصوم شهرين حسب ما يأتي حسابها؟ أفيدوني بارك الله فيكم. إذا كنت بدأت الصيام من الهلال فإنك تصوم شهرين بالأهلة، سواء كانت تامة أو ناقصة. أما إذا بدأت الصيام في أثناء الشهر فإنه يجب عليك صيام 60 يوما، أنك تصوم شهرين بالعدد 60 يوما. ففي فرق إذن بين الصيام بالهلال والصيام بالعدد. إذا بدأت الصيام من الهلال فليس عليك إلا ما بين الهلالين، تصوم شهرين بالأهلة سواء كانت تامة أو ناقصة. أما إذا بدأت الصيام في أثناء الشهر إنك حينئذ تكون بدأت بالعدد، فتصوم 30 يوما و30 يوما، شهرين متتابعين بالعدد، المجموع 60 يوما. شكر الله لكم. أيضا هذه رسالة من المستمعة سين باء راء من الدمام، تقول في رسالتها: إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد وزوجها غير راضي عنها ويقول لها: صلي في البيت آجر لك، ما صحة هذا؟ أفيدوني بارك الله فيكم. أولا يجب أن يعلم أن خروج المرأة إلى المسجد وإلى غيره يجب عليها فيه التستر وعدم الخروج بالزينة والطيب، لأن تخرج بثياب ساترة غير ثياب الزينة، وأن لا تكون متطيبة، وأن تحرص على تجنب ما يفتن الناس
أو يفتنها بالناس. هذا أدب عام في خروج المرأة المساجد ولغيرها، يجب عليها أن تخرج بثياب ساترة غير ثياب زينة، وأن لا تكون متطيبة، وأن لا تخرج ما عليها من حلي في يديها، بل تستر نفسها سترا تاما. أما خروجها إلى المسجد لأجل الصلاة مع المسلمين فريضة أو صلاة التراويح والتهجد في رمضان، أو تخرج للصلاة مع المسلمين صلاة العيد أو الاستسقاء أو الجمعة، أو تخرج إلى المسجد لحضور الدروس الدينية لتستفيد منها، فهذا لا بأس به. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إذا كان خروجها على الصفة التي ذكرناها من الستر والحشمة، وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك ما دامت أنها ملتزمة لما ذكرنا من الحشمة والتستر، وأن قصدها الخير، فإنه ليس لزوجها أن يمنعها من ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إلا إذا كان منها مخالفة للآداب الشرعية ولاحظ زوجها عليها ذلك فله أن يمنعها. إذا أساءت المرأة الأدب الشرعي في خروجها فلزوجها أو وليها منعها من ذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت إسرائيل نساءها، أو كما قالت. ما ذاك إلا لأن المرأة إذا أساءت الأدب الشرعي ولم تلتزم الستر والاحتشام فإنها تمنع من المساجد، وتمنع كذلك من غير المساجد، وتلزم بالبقاء بالبيت خشية عليها وصيانة لها. وكذلك لو كان في خروجها مضرة على أولادها، كان لها أطفال صغار تحتاج إلى البقاء معهم ومراقبتهم، فهذا أيضا مما يسوغ للزوج أن يمنعها من أجلهم، والله تعالى أعلم. شكر الله لكم. أيضا هذا السؤال: إذا سافر الشخص إلى الدراسة خارج بلاده، وكما هو معلوم بأن الوقت يختلف عن وقت بلده، فمثلا إذا زادت الساعات في الصيام أو نقصت لاختلاف الوقت، هل يؤثر ذلك على صيام الشخص أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم. من سافر إلى بلد غير بلده ويختلف بفارق توقيت عن بلده، فإنه يكون حكمه حكم ذلك البلد الذي سافر إليه، فيصوم ويفطر تبعا لذلك البلد، يصوم إذا طلع الفجر في ذلك البلد، ويفطر إذا غربت الشمس في ذلك البلد، ولا ينظر إلى توقيت بلده لأنه سافر منه وخرج منه، وكل مكان له حكمه. فالإنسان إذا كان في بلد فإنه يكون حكمه حكم أهل ذلك البلد، ولا يكون حكمه حكم بلده الذي جاء منه. نعم. شكر الله لكم. أيضا يقول: نية الصيام هل يشترط أن تكون قبل الفجر من كل ليلة من رمضان، أم تكفي نية واحدة لكل الشهر؟ وما حكم من تلفظ بها في كل ليلة من ليالي شهر رمضان؟ النية شرط من شروط صحة العبادة من صيام وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كل عبادة من العبادات لا تصح إلا بنية، ومن ذلك الصيام فإنه لا يصح إلا بنية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل أو يجمع النية من الليل. فالنية للصيام مشترطة، وصيام الفرض لا بد أن ينويه من الليل قبل طلوع الفجر، ويجب عليه أن ينوي لكل يوم نية جديدة، لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية متجددة لتجدد الأيام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكل يوم من رمضان فإنه عبادة مستقلة يجب أن تخص بنية، ولا تكفي النية التي من أول الشهر إلا إذا جددها كل ليلة، استذكرها كل ليلة وعزم عليها. وكذلك ما أشار إليه السائل من النطق بالنية، هل هو مشروع أو ليس بمشروع؟ النطق بالنية غير مشروع، التلفظ بها بدعة، لأن النية من أعمال القلوب والمقاصد التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية ويقول: اللهم إني نويت أن أصوم، أو نويت أن أصلي، أو نويت كذا وكذا. إنما ورد هذا عند الإحرام بالحج والعمرة، أن يقول المسلم: أريد الإحرام بالعمرة، أريد الإحرام بالحج. وكذلك عند ذبح الهدي أو الأضحية
ورد أنه يتلفظ عند ذبحها ويقول: اللهم هذه عن فلان ابن فلان، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، في هذين الموطنين فقط، موطن الإحرام النسك وموطن ذبح الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله بأضحية أو هدي تمتع أو قران أو غير ذلك، فإنه يتلفظ عند ذلك. أما ما عدا ذلك من العبادات، التلفظ بالنية بدعة، سواء كان في الصيام أو في الصلاة أو في غير ذلك، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ في شيء من هذه الأحوال بالنية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، أي إن كل محدثة بدعة. تلفظ بالنية عند الصلاة أو عند الصيام أو عند غيرهما من العبادات، هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، فيكون بدعة. قد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعلمون الله بدينكم، الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله بكل شيء عليم. الله جل وعلا أنكر على الذين تلفظوا في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى أن قال جل وعلا: قل أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. التلفظ بالنية هذا معناه أن الإنسان يخبر ربه عز وجل أنه نواله كذا وكذا، قد نهى الله عن ذلك وأنكر على من فعله. نعم، شكر الله لكم. هذه رسالة من عبده سعيد اليماني، يقول في رسالته: توفيت أختي من أمي ولها أولاد، أخ من الأب ولها بنت، فمن أحق في الوراثة؟ أفيدوني بارك الله فيكم. هذه توفيت ولها أخ من أم ولها بنت ولها أولاد أخ من أبيها، المال يكون للبنت ولولد الأخ من الأب، أما الأخ من الأم فليس له شيء لأنه محجوب بالفرع الوارث وهو البنت، فعلى هذا يكون للبنت النصف والباقي لأولاد الأخ من الأب، الباقي يكون للذكور من أولاد الأخ لأب، أما الإناث ليس لهن شيء، الباقي يكون للذكور من أولاد الأخ لأب وليس للإناث من بنات الأخ لأب شيء. نعم، شكر الله لكم. أيضا هذه رسالة وصلتنا من جمهورية السودان الخرطوم، من خاء ميم سين، الطالب بالمدرسة المتوسطة، يقول في رسالتي: ما حكم من نسي صلاة العشاء ولم يتذكر إلا وقت صلاة الصبح؟ أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم. أولا، يجب على المسلم الاهتمام بصلاته وأدائها في وقتها مع الجماعة، أن لا يتكاسل عنها أو يتأخر، لأن هذا مدعاة لإضاعتها ونسيانها. أما ما حصل من أن الإنسان طرأ عليه نسيان أو نوم فلم يؤدي الصلاة في وقتها بسبب ذلك، فإنه حين يتذكر يجب عليه المبادرة بالصلاة في أي وقت تذكر، يجب عليه المبادرة بالصلاة التي نسيها أو نام عنها، بقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فإذا تيقظ الإنسان أو تذكر فإنه يبادر بأداء الصلاة الفائتة في أي وقت حصل ذلك منه، فيصلي صلاة العشاء أولا ثم يصلي صلاة الصبح بعدها، يعني يصلي الفائتة أولا ثم يصلي الصلاة الحاضرة، ولا يصلي الحاضرة قبل الفائتة، لأن الترتيب واجب ولا بد منه. نعم، شكر الله لكم. هذه رسالة من المستمعة زينب بلال من ليبيا بمدينة بنغازي، تقول في رسالتها: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي وهي تضع عقد في رقبتها أو خاتم، أو تصلي وأمامها صورة أو مرآة؟ أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم. يجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يشغله عن صلاته ويشوش عليه، فلا ينبغي أن يصلي إلى مرآة أو إلى باب مفتوح أو غير ذلك مما يشغله ويشوش عليه صلاته. وكذلك من ناحية الصورة، لا ينبغي للإنسان أن يصلي في مكان فيه صور معلقة أو منصوبة، لأن هذا تشبه بالذين يعبدون الصور، إذا كان في المكان صور معلقة أو منصوبة فإنه لا ينبغي للمسلم أن يصلي في ذلك المكان ولا يستقبل تلك الصور أمامه،
لأن في هذا تشبها بالذين يعبدون الصور، هذا من ناحية. والناحية الثانية أن هذه الصور إذا كانت أمامه تشوش عليه صلاته وينشغل بالنظر إليها. أما قضية لبس الحلي في الصلاة، هذا أيضا من الشواغل التي تشغل المصلية، فلا ينبغي أن تعمل في صلاتها عملا يشغلها عنها، فتؤخر لبس الحلي أو لبس المصاغ إلى أن تفرغ من الصلاة. لكن لو فعلت هذا ولبسته ولم يستهلك وقتا طويلا ولم يستهلك عملا كثيرا، فإن صلاتها صحيحة. العمل اليسير لا يؤثر على الصلاة، كتعديل الثوب والعمامة ولبس الساعة وما أشبه ذلك، هذا عمل يسير لا يؤثر في الصلاة، وإن كان ينبغي للمسلم أن يتفرغ لصلاته وأن يقبل عليها. نعم، شكر الله لكم. هذه رسالة وصلتنا من الطائف، من خالد باء عين من الطائف، يقول في رسالته: أرجو من فضيلتكم أن تجيبوا على أسئلتي، وهي: إذا بقي شيء من الطعام بين أسنان الصائم، هل يعتبر ذلك من المفطرات إذا ابتلعه الصائم؟ أفيدوني بارك الله فيكم. إذا أصبح الصائم وجد في أسنانه شيء من مخلفات الطعام، هذا لا يؤثر على صيامه، لكن عليه أن يلفظه، عليه أن يلفظ هذه المخلفات ويتخلص منها، ولا تؤثر على صيامه إلا إذا ابتلعها. فإذا ابتلع شيئا مما تخلف في أسنانه متعمدا، فإن هذا يفسد صيامه. أما لو ابتلعه جاهلا أو ناسيا، هذا لا يؤثر على صيامه. وينبغي للمسلم أن يحرص على نظافة فمه بعد الطعام، سواء في حالة الصيام أو غيره، لأن النظافة مطلوبة من المسلم، وأن يعتني بأسنانه وفمه بعد الطعام بالتنظيف، حتى لا تبقى فيه مخلفات تصدر عنها روائح كريهة ويتضرر بها وتؤثر على أسنانه. مطلوب من المسلم النظافة والعناية بأسنانه وبفمه وغير ذلك من أمور النظافة. نعم، شكر الله لكم وعظم مثوبتكم. أجاب على استفساراتكم ورسائلكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء. نشكركم لحسن المتابعة، ونتمنى أن نلتقي في الغد وأنتم بخير وعافية. قام بهندسة الصوت الزميل